مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الصحافة. اليوم نتناول فيها بالقراءة والتحليل مجموعة من أهم العناوين والأخبار الصادرة في الصحف والمجلات المصرية. وفي هذه الحلقة أصحبكم إلى هذه الجولة في العدد الجديد من جريدة الوفد، ويسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو للتحليل والتعليق على الأخبار الأستاذ عصام العبيدي، نائب رئيس تحرير جريدة الوفد. أستاذ عصام، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيب أستاذ عصام. معنا مجموعة متنوعة من الأخبار، وهنبدأ مع حضرتك من الصفحة السادسة فنطالع: الحكومة تتجاهل إعلانه لأول مرة، دعم الوقود يهدد موافقة الرئيس على الموازنة الجديدة، توقعات بخفضه إلى 61 مليار جنيه، ومخاوف من ارتفاع أسعار المنتجات البترولية. أستاذ عصام، ما أهم ما استوقفك في هذا الملف؟ لا، شوف حضرتك، هو يعني الدولة عازمة على تخفيض الدعم على المحروقات. هو الهدف مش تخفيض الدعم في حد ذاته، إنما الهدف هو توصيل الدعم لمستحقيه. لكن احنا شفنا المرة اللي فاتت لما تم تخفيض الدعم على المحروقات، وأظن تم تخفيض مبلغ كبير من هذا الأمر، إنه راح لخدمات اجتماعية أخرى. لكن ده مش معناه إنه يعني الحكومة في خلال فترة وجيزة لا تتعدى مثلا سنة ونص إنها تخفض الدعم على المنتجات البترولية مرتين. لا، أمر صعب، لأنه المشكلة كمان إنه ده بيؤدي لإيه؟ ده بيؤدي لزيادة في الأسعار في كل الأشياء، يعني زيد السولار، زيد البنزين، زيد كل حاجة، زيد المواصلات، زيد أسعار السلع، يعني بدءا من حجم الجرجير يقول لك لا ده معلش عشان انا بجيبها من سوق العبور فترتفع كذا 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 كذا. يعني الامر بالنسبه له في اشياء مترتبه عليه كتير. انت النهارده والمره اللي فاتت الرئيس عبد الفتاح السيسي سالها بكل وضوح لما سالوا زميلي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، قال له هل الدوله تمتلك اليات لضبط الاسواق؟ قال له بصراحه احنا لا نمتلك دلوقتي. طيب ما لا تمتلك، يبقى ما تزودش اسعار المحروقات. ليه؟ لانه ده على طول ده هيترتب عليه ارتفاع رهيب في اسعار السلع، وكفايه قوي اللي حصل في الايام الماضيه انه السلع مع بدايه شهر رمضان ارتفعت طبعا بشكل مذهل. يعني يكفي تماما عشان الناس تبقى فاهمه، يعني مثلا الفراخ ده اللي هو وجبه الغلبان السعر لما يوصل لحوالي 27 28 جنيه ده كتير قوي قوي للكيلو، لما يوصل كيلو البانيه ل 50 جنيه كتير قوي، لما سعر كيلو الليمون مثلا يوصل من 25 ل 30 جنيه، ليه؟ هو جاي من المانيا؟ مش ممكن، يعني اسعار طبعا غير مبرره. لكن زي ما انا بقول لك انه الدوله نظرا لانها لا تمتلك اليه ضبط الاسواق، ليه بقى ما بتمتلكش؟ لانه انت عندك 7500 مفتش تموين. 7500 مفتش تموين دول ما بيطلعش كل مفتش في حمله، علشان التجار ممكن يضربوه، فبيطلعوا اثنين مع بعضهم او ثلاثه مع بعضهم. يبقى انت عندك بكتير عندك 2000 2500 حمله تموين. طيب تخيلي بقى مشرفين على كام محل؟ حوالي مليون محل. مطاعم مشرفين عليها، سوبر ماركت مشرفين عليها، اهاوي مشرفين عليها، كل حاجه تتخيليها مشرفين عليهم ال 2500 دي في الجمهوريه. طب هل ده يغطي؟ الرقابه يعني فيها مشكله طبعا. يبقى بما انه عندك مشكله، ما انت لو عندك اليات رقابه جيده تضل ترفع سعر البنزين والسولار والاشياء الاخرى وتشيل دعمها. ليه بقى؟ لانك ضامنه ان كل حاجه هتزيد بقضاها. بمعنى ان انا مثلا لو بركب مواصله بجنيه بقت بجنيه وربع مش مشكله قوي، لكن بجنيه بقت باتنين جنيه لا مشكله، مشكله طبعا. فانت ما عندكيش الاليه اللي تضبط السعر عند انه يبقى جنيه وربع فقط، الزياده تبقى ربع جنيه مش جنيه، مش 100%، لا ما عندكيش الاليه دي. فبما انه ما عندكش الاليه دي لغايه ما توفر عندك الاليه دي، لا خلي الدعم زي ما هو على المحروقات، لانه زي ما انا بقول لك ده هيؤدي لرفع كل السلع من الابر للصاروخ، وده كفايه، المواطن مش قادر يحتمل اكتر من كده بصراحه. اكيد. استاذ عصام، الخبر التالي ايضا له علاقه بالوقود واسعار البنزين، ولكن من خلال احد الاختراعات، حيث نطالع من الصفحه الخامسه: الدكتور طارق عجاج المخترع والناشط السياسي، جهاز كويس هديه للرئيس ولشعب مصر، يوفر 50% من استهلاك البنزين، اطالب بتكريم الرئيس واعاده الاعتبار لجبهه الانقاذ، العالم المصري يهرب لانه محبط ولا يجد التكريم
المناسب. من خلال هذا الخبر، كيف تنظر إلى هذا الجهاز وكيف يمكن أن يساهم في حل أزمة الطاقة في مصر؟ والله حسب ما هو منشور، الجهاز ده بيوفر 50% من استهلاك البنزين. أظن نحن محتاجين لأي حاجة توفر بنزين، أي حاجة، وخاصة زي ما تشايف الزحام والطرق، العربيات بتستهلك في الوقفات أكتر ما بتستهلك وهي ماشية، فدي مشكلة في حد ذاتها. طيب انت عندك، هو قال جملة برضو انا معاه فيها، ان الجو المصري ومناخ العمل بيطفش العالم. بالتأكيد احنا عندنا حاجتين، نقص امكانيات وده واضح في كل حاجة. احمد زويل اول ما راح امريكا، اول حاجة عملها اول ما وصل امريكا طلع على السوق هناك اشترى رزة وقفل، فراح على الدولاب بتاعه واشتغل خبط خبط بيركب الرزة وقفل، فعمل ازعاج، فجاله رئيس قسم انت بتعمل كده ليه؟ قال له عشان الماده الخام بتاعتي العينات محدش يسرقها. قال له طب تعال تعال، خده من ايده وداه المخزن فيه اطنان من الماده الخام. قال له لا اتفضل، محدش هيسرق حد لانه عندنا اطنان منه، لكن احنا هنا بيدوا له 50 جرام ويجوا يحاسبوه في النهايه يقولوا انت استخدمت كام والباقي كام عهده ويسجنوه لو عمل. فطبعا الامكانيات طبعا بالتاكيد جزء ثاني، جزء مهم قوي 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 ولا يقل اهميه عنده، مناخ العمل. انت عندك النهارده لما جت دايما كان يقول لك المصري بيشتغل 27 دقيقه، جاء كده ناس علماء اجانب انصفوا المصري، قال لك لا ده كل واحد مصري بيحاول ينجز ويعمل ويبدع في مكان عمله في 8 بيعطلوه، 8 اشخاص بيمنعوه انه يشتغل. وبالفعل زي ما انت شايفه في كل مكان عمل ما بقاش دلوقتي الكفاءه، بل بالعكس ده بقى رئيس العمل اللي يبعدك لو انت يعني انت كفاءه وموهبه يبعدك لانه خاف منك، هو عايز انصاف المواهب لان هم اللي بينافقوا، هم اللي بيجاملوا، هم اللي بيمسحوا جوخ. فبقى مناخ العمل ما يشجعش، لا احنا يعني لما جي هنا مجدي يعقوب كانت مشكلته الاولى في مصر، وقال لك عايز اكون فريق عمل، يجي يستعين بالاء تقول له خلي بالك عصام ده وحش قوي، يجي يستعين بعصام يقول له خلي بالك دي ولاء ما تعملش معاه، الله طب انا هكون فريق عمل من ولاء عصام ازاي؟ فبقت كل المشكله انه يكون فريق عمل. احمد زويل النهارده لما قالوا له جايزه نوبل قال انا ما خدتهاش، انا اللي خدها فريق عملي هو اللي ساهم في ده. فاحنا مشكلتنا في الامكانيات ومناخ العمل الطارد اللي بيطفش ويبدا، لدرجه ان استاذنا محمود عوض قال لك الموهبه الان في مصر اصبحت عبئا على صاحبها وليست ميزه يتميز بها، لانه يصبح حينها بمثابه لوحه التنشين، كل الفاشلين يوجهوا سهام نحوه، يبقى لوحه التنشين كده. فانت بقيت مصيبه، يعني بقى الواحد دلوقتي انه موهوب لا تقولي له الباقيه في حياتك، ما بقاش حاجه يعني تسعد الواحد لما تقولي ده انت موهوب والله، لا موهوب هتطلع عينه في شغله هيجننوه، لكن لو نص موهوب يتمشى شويه. يعني نتمنى ان يتحسن مناخ البحث العلمي، نتمنى ان كل الكلام ده يتغير طبعا، احنا في مصر الجديده بالطبع. من الصفحة الثالثة نطالع، ألمانيا تطلق سراح أحمد منصور وترفض الاستجابة لمصر، الإفراج مقابل الحصول على معلومات حول قيادات جبهة النصرة في سوريا، قاضي التحقيق يتجاهل حكم السجن 15 عاما الصادر ضد مذيع الجزيرة المتهم بتعذيب محامي. أستاذ عصام، يعني كيف تمت هذه الصفقة وكيف تم الإفراج عن أحمد منصور؟ شوف يا حضرتك، احنا يعني طبعا ده قرار محكمة، واحنا زي ما بنطالبهم بيحترموا محاكمنا وأحكامنا احنا برضو بنحترم محاكمهم وأحكامنا، لكن هو أحمد منصور مش متهم، أحمد منصور محكوم عليه في قضية، وقضية إيه؟ قضية تعذيب. يعني احنا حتى مصر احسنت لما بعتت للطلب للحصول على احمد منصور، انه قالت انه دي قضية تعذيب، لانه قضايا التعذيب في المانيا قضايا لها حساسية خاصة، لان عندهم عقدة صحيح من هتلر والتعذيب ويهود والكلام ده والمحرقة وكل الوسيلة حواليها، وهم عندهم عقدة، لذلك جرائم التعذيب عندهم لا تسقط بالتقادم، يعني جرائم التعذيب ما تسقطش عن الشخص الا لما يدخل المقبره بتاعته ويقول لك خلاص يغور في داهيه. فاحنا دلوقتي واحد زي احمد منصور متهم في قضيه تعذيب، يعني المحامي اللي تم تعذيبه ده، فانت ازاي يحصل ده؟ لكن للاسف الشديد هم الاخوان لهم ضغوط رهيبه موجوده في المانيا، هم خدوا منه معلومات عن جبهه النصره، كان عامل حوار مع زعيم جبهه النصره من فتره بسيطه، هو طبعا انت عارف ده اخواني، يعني يدي معلومات عن والدته لو قالوا له، فعنده استعداد يعني طبعا يضحي باي حد، وانت شفتي كل قيادتهم لما اتقبض عليهم هنا بل ان محمد بديع يقول لك انا مش اخواني، يا سيادتكم سودا امال مين الاخواني بالظبط؟ كل الناس مش اخوانيه، ومحمد بلتاج يقول لك مش اخواني، صفحه هيعز يقول لك مش اخواني، فمصيبه يعني. فهم دي عادتهم انه عندهم استعداد يدوا معلومات زي ما هم عايزين، واضح انه حصل تعاون
بينه وبين جهاز الامن هناك في المانيا انه يبقى يعني شغل لهم واتش دي يعني بالبلدي كده. هو الولد عنده استعداد لاي حاجه، احمد منصور للناس علشان تبقى عارف يعني. احمد منصور متهم في قضيه سرقه، كان سارق وهو طالب جامعي. لا ده غير ده، هو طالب جامعي في جامعه المنصوره متهم في قضيه سرقه واتحبس، وجي راجل قالوا له ده الولد هيضيع مستقبله وكده، راح الراجل تنازل، حتى اسمه الحاج عبد القادر، وراحوا جايبين الحاج عبد القادر كتب تنازل في الشهر العقاري، والعميد بعت للنيابه المنصوره قال لهم من فضلكم لو دخلت على النت تشوف الكلام ده، من فضلكم النبي ده عشان شاب غلبان، فالله يكرمكم النبي تعفو عنه، متهم في قضيه سرقه، دخل محل وسرق منه حاجات. يعني الانسان لا ينفصل عن بداياته ابدا. فهو احمد منصور دلوقتي اللي بقى اخوان وبقى زعيم وبقى لكن هم في النهايه والله انفلت المره دي، لكن اظن انه الانطابول المصري طالبه، والانطابول الدولي قصدي طالب موجود في كل دول العالم، النشره موجوده في كل دول العالم، اي مكان هيروحوا بخلاف قطر او تركيا هتقبض عليه. لكن ما هو دور مصر في هذه القضيه تحديدا، ولماذا لم تضغط لارجعوا الى مصر؟ لا لا، مصر النائب العام بعت اظن عن طريق السفير المصري هناك، بعت طلب للقبض عليه وترحيله لمصر، لان هو الولد معاه جنسيه بريطانيه، فهو قال لا انا رحلوني لبلدي، رحلوني بريطانيا، انا عارف انه هناك طبعا هتبقى الامور ايسر يعني. فلكن النائب العام اعتقد انه عمل اللي عليه، لانه بعت وقال انه هو متهم في هذه القضيه وهو قضيه تعذيب، فكان المفروض انه المانيا تسلمه فورا، ما اعرفش. بس زي ما انا بقول لك، لانه الاخوان ويمكن قلتها قبل كده مع حضرتك هنا، الاخوان في المانيا ثالث مستثمر رئيسي في دوله المانيا. فانت يعني دخلت عش الدبابير، ده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما راح المانيا وحصل النجاح ده للزياره، كان بالنسبه لهم ده كارثه الدنيا، لان هم المانيا دي حاسينها انه بلدهم، دي عزبتهم، انت ازاي تقتحميها؟ وهو ان شاء الله الايام القادمه في زياره لبريطانيا، دي بقى المعقل الاخير للاخوان. اعتقد انه بفضل الله رب العالمين انه صادف بريطانيا نجاح زي اللي صادف المانيا، هيبقى في انجاز كبير قوي لمصر، ويبقى عندنا اخر بقى اخر مرحله، لانه بريطانيا دي اخر حاجه في حوائط الصد اللي كانت ضد الثوره المصريه، ثوره 30 يونيو، كانت في المانيا وفي بريطانيا. المانيا خلاص الحمد لله رب العالمين انتهت، وشفنا احنا المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل بتقول له احنا يعني لا نستقبل ديكتاتور، احنا نستقبل زعيم مصري جاء باراده شعبيه. فاظن انه برضه بريطانيا هيبقى نفس الكلام ده، فده يبقى العتبه الاخيره بقى بالنسبه لنا احنا. احنا بنحقق نجاحات، هي دي بتغيظهم قوي، ده بيجننهم قوي. اظن انه ده يعني فعلا انا بشبه النجاحات دي بمثابه الرايه الحمراء اللي في مصارعه السيران، لما بتيجي للطور وتعملي له الرايه الحمراء فيهيج اكتر. احنا الانجازات اللي بتحصل في مصر داخليا وخارجيا بمثابه الرايه الحمراء للاخوان دي بتخليهم يهيجوا اكتر، يحسوا انه فقدوا الدنيا كلها. النهارده انت عندك نجاحات داخليه وخارجيه، عندك بعد ايام افتتاح مشروع قناه السويس ان شاء الله رب العالمين بعد اقل من حوالي شهر ونص، انجاز ما بعده انجاز، انجاز ولا في الاحلام حد كان يتخيل انه خلال سنه يحصل الكلام ده. فلا يعني انت بتحقق نجاحات هايله، ده بالنسبه لهم بيواجه وبيقابل اخفاق هائل بالنسبه لهم، فهم يعني فقدوا زي ما تقول الجلد والسقط، ما عندهمش حاجه يعملوها دلوقتي. فلذلك كل قضيتهم مطاردين، كل قضيتهم اللي زي احمد منصور ده زي ما انا بقول ان كان فلت المره دي، اظن انه في اي بلد هيعتبها هيقول له تعالى بقى مصر طالبك. ما زلنا مع قضايا الإخوان، فنطالع من الصفحة الثانية. لأول مرة البلتاجي مع بديع ببدلة الإعدام في قضية اقتحام قسم العرب، 22 أغسطس النطق بالحكم، ومشادة كلامية بين المحكمة والدفاع تنتهي بندب محام آخر. أستاذ عصام، اللون الأحمر بدأ يظهر في محاكمات الإخوان، فكيف ترى مستقبل هذه المحاكمات؟ لا شوفي، يعني هو ده اصول العدل بتاع ربنا، لانه من قتل يقتل، هم تسببوا في قتل المئات، وتسببوا في تدمير واصابه المئات، تسببوا في قتل الضباط. يعني ده شوف احنا بنعمل ايه، شوف احنا بنحاكمهم وقدامهم انه لو اتحكم عليه بالاعدام النيابه تطعن، بعد كده يتحول لمحكمه، ومن محكمه يوصل لمحكمه النقض. هم بقى ما بيستنوش علينا، هم اعدموا الاربع قضاه بدم بارد في لحظة، في ثانية، لا في نقد ولا في إبرام. شوف الفرق بيننا وبينهم، لأن احنا دولة وهم عصابة، صحيح. فطبيعي يبقى ده سلوكنا، وطبيعي ده يبقى سلوكهم. فأنت النهاردة احنا يعني احنا بنوفر لهم يعني محاكمة مش عادلة، أكثر من عادلة،
النهارده لما تعرفي حضرتك انه عادل حبار لغايه دلوقتي اتلغت حكم الاعدام بتاعه ولسه هيحاكم من جديد، يعني على ما يعدم حبار هتيجي الناس تسأل هو عمل ايه بالظبط علشان يعدم، ودي مشكله لان انت النهارده عنصر الردع مهم قوي. يعني النهارده انا لما اطبق عقوبه الاعدام على الولد اللي القى الشباب من فوق السطوح في اسكندريه يبقى في عنصر ردع علشان محدش يعمل كده، لانه شافوا اللي قبلهم محمد رمضان ده راسه طارت يبقى يعمل كده ليه؟ لكن دلوقتي انت لما تيجي الحباره ده وتيجي تعدميه هتلاقي كل الناس بعد خمس سنين يقول لك هو عمل ايه؟ ايه قضيته بالضبط؟ طب يبقى انت فقدت عنصر مهم قوي وهو عنصر رادع. النهارده الاخوان ده اللي طالع من بيته يحط قنبله ولا جاي يقتل ضابط شرطه ولا ضابط جيش، لو هو حاطط في مخه انه هيقتل لحظتها هيفكر ألف مره. لكن هو حاطط في مخه انه هو زي ما انت شايف يعني حبار دلوقتي تلاقيه بيفطر المغرب وزي الفل وبيشوف مسلسلات عرب والامور معاه ماشيه زي الفل، في حين ان هو موت 25 واحد بدم بارد من اولاده. يعني نتمنى بقى، وده بقى قانون الارهاب الجديد اللي المفروض ان الحكومه بتناقشه لانه هيسد الثغرات دي كلها، هيبقى في عداله سريعه وناجزه يعني تحقق سرعه اجراءات طبعا، لانه ليس معنى عداله سريعه انها تبقى عداله غير عادله. لا مين قال كده؟ بس يبقى ناجزه. النهارده الحكم بتاع حبار الغي ليه؟ صحيح. جات محكمه النقد قالت لك الثلاث قضاه اللي حكموا بالاعدام ما مضوش على الورقه بتاعه المداوله. يعني شفت وصل ايه؟ ما مضوش على الورقه بتاعه المداوله فاتلغى الحكم بالاعدام. لو في قانون ارهاب في حكم ناجز سريع، لا مش هنستنى كده، علشان زي ما انا بقول لك مهم قوي عنصر رادع في القضيه. صحيح. نبقى في الصفحة الثانية ونطالع: السودان ينفي تسريبات ويكيليكس بالتآمر مع مصر لتصفية سيلفاكير. العربية تؤكد تزوير العديد من الوثائق المسربة وشن حرب إلكترونية ضد السعودية. أستاذ عصام، من يحرك ظهور هذه الوثائق وما هو المغزى من توقيت ظهور هذه الوثائق؟ والله شوفي، يعني أنا رأيي الشخصي انه هذه الوثائق طبعا يعني ليس عن السعوديه فقط ولكن انتشرت عن دول اخرى بما فيها الولايات المتحده الامريكيه. صحيح. لكن اللي عايز اقوله لك انه الواحد يعمل العقل، بمعنى انه في امور معينه قابله للتصديق وامور معينه غير قابله للتصديق. طيب لما نيجي لهذا، يعني لما يقول لك مثلا انه عصام العبيدي خد تمويل من السعوديه، تقولي هل ده من سلوكيات عصام العبيدي؟ هل ده ممكن بشخصيته وباخلاقياته يعمل كده؟ ممكن تقولي ده هو يعمل اكتر من كده، وممكن تقول لا استحاله. فانت ممكن تطبق الكلام ده على حتى شخصيات اللي وسيرت حواليها الشبهات. تمسك واحد واحد واللي فلان الفلاني يعمل كده ولا لا، تجد مثلا انه فيهم واحد يبيع ابوه يقبض ان شاء الله حتى من الشيطان يبقى على طول، يبقى ممكن الوثائق تبقى صحيحه. لما نيجي للخبر ده تحديدا ما ايه مصلحه مصر في قتل سلفاكيا؟ مفيش مصلحه. احنا دلوقتي السودان انه انقسم شمال وجنوب، ده امر واقع، ده باعتراف السودان نفسه، ده باستفتاء. يعني في النهاية إرادة شعبية، صحيح ضد مصر الكلام ده وصحيح ضد السودان وتمزيق للسودان، لكن في النهاية ده حصل بإرادة شعبية. يبقى أنت طيب هتقتلي سلفاكير، طب ما هيجي غيره. يعني إيه المشكلة في قتل سلفاكير؟ ما هيجي واحد تاني غير. فأنت يعني أنا اللي بتمناه من الناس إنها تعمل العقل في هذه البطيئة، لأنه يعني قابلة للتزوير، طبعا قابلة للتزوير، فيها حاجات اكاذيب، ممكن في حاجات اكاذيب زي ما انا بقول لك الخبر ده انه ايه مصلحة مصر. صحيح. ايه مصلحة مصر؟ لكن بقول لك بالنسبة للاشخاص ان انا اتمنى الناس انها تعمل العقل. عباس عقاد قال دايما كده في ميزان كده تعرفي توزيني بين حاجة، اقول لك لما يجي حد قال لي فلان الفلان عمل كده اقول ده من سلوكياته من تاريخه يعمل كده ولا لا، ممكن اصدق وممكن ما اصدقش بحسب تاريخه وحياته، لانه الانسان فينا خط مستقيم كده طول حياته، يعني ما فيش واحد منحرف وتلاقيه بعد كده بقى نبي، لا هو كده نبي من الاول، ابن حرام يبقى حرام من الاول، فبص تلاقيه برضه في النهايه بقى سلوكياته كده. انما ده بالتحديد الخبر ده باعمال العقل تجديد انه غير قابل للتصديق. ايه مصلحه مصر في الموضوع ده؟ بل بالعكس، مصر من مصلحتها اقامه مشروعات مع جنوب السودان. جنوب السودان عندها مشكله كبيره قوي انه الميه عندهم زياده عن اللازم، لذلك يجوا يصفوا طرق الميه تيجي تهدها، يعملوا امارات الميه تيجي تهدها. طيب احنا مشكلتنا في ايه؟ ما عندناش ميه. صحيح. طيب يبقى انت عايز تتعاون معاهم مصالح يعني فيبقى في تبادل منفعه. فاحنا يعني احنا عايزين مزيد من التعاون ولا عايزين نتآمر؟ ومصر ده مهم قوي برضه، مش من عادتها تتآمر، يعني
لما قادت السودان والإخوان في السودان وتأمروا لاغتيال مبارك في أديس أبابا 2005 لما ده حصل، لأنه دول إخوان من دمهم ومن طبعهم التآمر والغدر. مصر في حياتها مصر ما عملت كده، صحيح. مش من سلوكيات مصر كدولة محترمة، يعني دولة قانون ودولة بتراعي حق الديار ودولة عارفة انه زي ما انا بقول لك اهو، انت من مصلحتك انك انت يبقى لك علاقة قوية، مش هسديد القتل. لكن الناس عايزة تضع الاسفين في العلاقات المصرية السودانية، في العلاقات السودانية السودانية، علشان يعقر المية الجميلة العذبة اللي طالعة في الأيام الجاية دي، يقول لك لا ده كانوا عايزين يختلوه. صحيح. ننتقل إلى الصفحة الرابعة ونطالع التحالف يقصف مواقع الحوثيين في حجة واشتباكات في تعز، العطاس يحذر من وجود الحكومة اليمنية خارج البلاد. من خلال هذا الخبر أستاذ عصام، إلى أين تتجه اليمن؟ لا وشوفي اليمن طبعا أخيرا مفاوضات جنيف ودي فشلت فشل ذريع، لأنه أنت مع طرف اللي هم جماعة الحوثيين، طرف أصلا داخل المفاوضات هو لا يريد صلح، هو يريد إطالة أمر التفاوض، يبقى زي نظام الإسرائيليين والفلسطينيين كده، التفاوض للتفاوض، هم عايزين كده بحيث أنه يطيلوا أطول فترة ممكنة علشان يقوي حتى هم، حتى الهدنة الإنسانية اللي بيطلبوها تجد الهدنة الإنسانية لمزيد من التسليح، لمزيد من وصول السلاح الإيراني ليهم، لأنه دولة بيحاربوا بالوكالة، إيران بتدعمهم بالسلاح، بتدعمهم بالسياسة، بتدعمهم بكل أوجه الدعم. إيران وصل بها الحال إنها بقت تهدد السعودية وتقول السعودية والمدن السعودية ليست في مأمن إذا ما استهدفت المدن اليمنية. فأنت النهاردة قدام الناس بتحارب بالوكالة، قدام ناس بايعة وطنها وبايعة شرفها. فللأسف الشديد فشلت المفاوضات جنيف، وده كان متوقع انه هتفشل، يعني وصلت انه تبادلوا الضرب بالاحذيه في هذا المؤتمر، فشيء يعني كان متوقع انه تفشل زي ما بقول لك، لانه النيات غير صافيه، طرف داخل وهو عارف ان المفاوضات دي لازم تفشل. بس اذا نتمنى انتهاء الازمه في اليمن قريبا بالطبع، وبملف الازمه اليمنيه نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الجوله في العدد الجديد من جريده الوفد. شكرا لضيف هذه الحلقه استاذ عصام العبيدي نائب رئيس تحرير الجريده. شكرا استاذ عصام. شكرا لكم. شكرا. طيب والساده المشاهدين بخير. وحضرتك طيب. شكرا لكم ايضا مشاهدينا على حسن المتابعه، وغدا اخبار جديده وفريق عمل جديد، فانتظرونا. الى اللقاء.